كما تعلمون قطاع الصحة يعيش حالة احتقان لا زالت متواصلة منذ أشهر من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بشكل رئيسي. اتفاق 29 ديسمبر 2024 بين مكونات النقابية لقطاع الصحة ووزارة الصحة ممثلة على الحكومة بحضور ممثلي القطاعات المعنية، كذلك من أجل تفيد النقاط المتفق عليها 34 التي وقعت عليها الجامعة الوطنية للصحة الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة والتفاوض حول النقاط الخلافية التي بقيت عالقة وتم رفعها إلى سير رئيس الحكومة. بالنسبة لنا اليوم ندمنا ندوة صحفية من أجل إطلاع الرأي العام الصحي والرأي العام الوطني وعموم الجهات المعنية والمسؤولة بما يقع في داخل قطاع الصحة. قطاع الصحة يعيش الآن محاولة التفاف على المطالب العادية والمشروعية لنساء ورجال الصحة وتسويق أن القطاع قد عرف تسوية ملفاته المطلبية. بالنسبة لنا كاتحاد مغربي الشغل في الفترة الحالية نعتبر بأن قطاع الصحة لا زال يعيش في الاحتقان. كنا قد فطرنا برنامج نضالي عبارة عن إضرابات ووقفات احتجاجية خلال شهري ما تبقى من شهر يوليوز وشهر غش من أجل التأكيد على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي للنساء ورجال الصحة من خلال تعديل القانون 08/22 المواد 15-16-17-18 من أجل التأكيد على صفة الموظف العمومي وأن لا تكون مجرد عبارات إنشائية في محاضر اجتماعات لا تلتزم بها الوزارة الصحة، كذلك من أجل المطالبة بالتراجع وسحب المراسم التي تم تمريرها من جانب واحد من طرف وزارة الصحة والحكومة، كذلك من أجل المطالبة بزيادة العامة في الأجور لجميع نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم، زيادة تكون بنفس القدر وتشمل الجميع، وكذلك من أجل المطالبة بصرف التعويضات التي تم إضافتها إلى التعويض على الأخطار المهنية باعتبارها تعويضات وليس زيادة عامة في الأجر وأنها أقل من انتظارات نساء ورجال الصحة، حيث تم تخصيص مبلغ 1500 درهم للممرضين وتقني الصحة و1200 درهم للأطر الإدارية والتقنية وعدم الخلط بين الرفع من قيمة التعويض على الأخطار المهنية وزيادة عامة في الأجور التي لم يستفيد منها الأطر الصحية. هذه المطالب التي لا زالت الجامعة الوطنية للصحة تناضل من أجل تحقيقها وبشكل رئيسي وبشكل أكثر ملحاحية، أن نساء ورجال الصحة يطالبون بحماية وضعهم المهني كموظفين في إطار الوظيفة العمومية تم دون استشارتهم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام المجموعات الترابية الصحية في الوقت اللي الدولة عملت على إعادة إدماج مجموعة من المستخدمين والأطر الأخرى داخل إطار الوظيفة العمومية تقوم بالزج بموظفي قطاع الصحة في نظام المجموعة الترابية الصحية وأن يصبحوا مجرد مستخدمين، وبالتالي نساء ورجال الصحة يطالبون بحماية مكتسباتهم التاريخية وحقهم في الارتباط بالوظيفة العمومية باعتبارهم التحقوا بمهنهم وبوظائفهم داخل قطاع الوظيفة العمومية. بالنسبة لنا كاتحاد مغرب شغل نعتبر بأن عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه هو مسألة لا تليق بمغرب اليوم، ونتمنى أن وزارة الصحة والحكومة أنهم يستجبوا المطالب العادلة والمشروعية لنساء ورجال الصحة في القريب العاجل. قد قمنا بتعليق برنامجنا النضالي لهذه الشهرين ما تبقى من شهر يوليوز وشهر غشت، وأننا سنستأنف برنامجنا النضالي في شهر سبتمبر مع انطلاق الموسم الاجتماعي من أجل التأكيد على نفس المطالب.